كولومينار ابيثيليوم بعدين تصير ستراتيفايد ابيثيليوم. فهذا اقصد الفرق بين الترانزيشنال ابيثيليوم وبين اليوروثيليوم. تمام، صار واضح هسه؟ دكتورة ترانزيشنال يعني، بس أنا ما فهمت اليوروثيليوم يعني. من أي شخص يقولكم شنو اليوروثيليوم تقولوا له هي الإبيثيليوم اللي تبطن لنا اليورينري سيستم. تمام، ترانزيشنال إبيثيليوم صح يسموها، صح صح مو خطأ، لأن أنتم بعدكم طلاب أولية، بس أنا إذا أعطيكم معلومات إضافية حتى خاف أحد يحاول يخطئكم. تقول لهم الترانزيشنال إبيثيليوم أي منطقة انتقالية من نوع ظهارة إلى آخر نصيح له ترانزيشنال إبيثيليوم. مثل هسه هذا القدامي، هذا الجنكشن، هذه المنطقة يسموها ترانزيشنال إبيثيليوم. ليش؟ انتقلت الظهارة من شكل إلى آخر، من الستراتيفايد إبيثيليوم إلى السيمبل كولومينر إبيثيليوم، بدأت تتغير. فهاي منطقة الارتباط نسموها ترانزيشنال إبيثيليوم. بعد موجودة وين؟ بعد موجودة بالداكتس، الداكس الاكسكريتوري داكس اللي صغيرة ومن تتحول تصير انترميديت وبعدين تصير كبيرة. شكل القناة الظهارة تكون كيوبوي كولومينار، بعدين تكبر تصير كولومينار ولحد ما تصير ستراتيفايد. تمام، يعني منطقة انتقالية. هسه راح نتكلم عن الجزء من محاضرتنا. طلاب تقرون المحاضرة، يعني صح ما لحق اسوي لكم كويزات، بس انا مبلغ الدكتوره حنان تسوي لكم كويزات كامله عن محاضراتي ومحاضراتها. المهم، فنبلش عيني بالاول جزء، ثاني جزء العفو، من الجهاز الهضمي اللي هو الاستومك. وصلنا بالمحاضره السابقه للاسوفاجس، غطينا كل تراكيب النسيجيه. هسه نتكلم عن الاستومك. هو الاستومك شنو؟ هو الاكسباندد هولو اورجان، هو العضو المتوسع الممتد اللي يكون موجود ما بين الإسوفاجس والسمول انتستين، يعني موقع الربط ما بين الإسوفاجس والسمول انتستين. وظيفته الأساسية للستومك شنو؟ هي خزن مؤقت للطعام، أيضا مسؤولة عن ميكسينج وبريك داون للطعام، يعني تخلط أو تمزجه وتحطم جزيئات الطعام إلى جزيئات أصغر. عن طريق شنو؟ عن طريق الكونتراكشن وريلاكسيشن للماسكولار لاير، ماسكوليتشر اللي موجودة بجدار الأمعاء. آخر شيء يتم الكيميكال دايجستشن اللي تكلمنا عليه في بداية المحاضرة مال الجهاز الهضمي بصورة عامة. قلت لكم أكو نوعين من الهضم، ميكانيكال وكيميكال دايجستشن. الميكانيكال بمن يصير ابتداء من التيف وحركة التانج والبيرسيستالتيك موفمنت اللي موجودة بالجهاز الهضمي كله، والكيميكال يتم عن طريق الإنزيمات الهاضمة اللي موجودة بالمعدة والأمعاء. تمام؟ فتكمل الهضم بالمعدة ومن ثم تحول إلى الأمعاء. زين، الأجزاء الأساسية لهاي الاستومك من تتكون؟ تتكون من أربع أجزاء أساسية اللي هي الكاردياك والفانداس والبادي والبايلورس. رح نجي على كل جزء. طبعاً هاي الأجزاء تعتبر تشريحية، لكن لازم أعطيكم إياها حتى تعرفون الأجزاء. الكاردياك هي أول بارت من الاستومك اللي يقع تحته أو ما بعد الإسوفاجس. الفاندس هو الراوندد أريا، هي المنطقة الدائرية اللي تقع to the left side of the cardia لهذه المنطقة، وتكون تحت الدايفرام مباشرة. أما بالنسبة للبادي، البادي of the stomach هو أكبر وأهم جزء من الاستومك، زين، اللي يتم به هضم وخلط الطعام وتحضيره للسمول انتستين. أما بالنسبة للبايلورس، هو ذلك الجزء من الاستومك اللي يرتبط بالسمول انتستين. هاي نبذة مختصرة عن التركيب التشريحي للأمعاء. أهم تركيب شباب، إحنا إجينا وسوينا مقطع بالمعدة. إيش راح نشوف؟ راح نشوف في التركيب يسمى الروجة، روجة أو روجايل بعض يسموه. هذه عبارة عن شنو؟ longitudinal fold، طيات طولية الشكل. منين تتكون؟ تتكون من ميوكوزا وسب ميوكوزا مال الستومك. هذه الميوكوزا وسب ميوكوزا راح ترتفع عن الجدار مال المعدة، عن البطانة مالتها، وتسوي هاي الطيات الطولية. تكون هاي الطيات مؤقتة لو دائمية؟ تقولوا لي دكتور هاي مؤقتة. ليش مؤقتة؟ لأنه راح تختفي أثناء تمدد المعدة وامتلاءها بالطعام. لهذا نشوف الناس اللي يأكلون وجبات كبيرة وبسرعة، بسرعة نشوف تتوسع حجم المعدة مالتهم وتختفي هاي longitudinal fold أو الروجة، في حين المعدة من فارغة يصير ارتفاع لهذه الروجة وأثناء تقلص المعدة. إذن فوجودها هو مؤقت اعتماداً على
توسع أو تقلص المعدة بالطعام، وهذه هي العروق، هذه هي longitudinal fold، تتكون من الميوكوزا والسبميوكوزا. هسه رح نجي على الشيء اللي يخصنا اللي هو الهيستولوجي اوف ذا ستومك. يمكن كل المعلومات اللي قلتها انتم تعرفوها، شنو وظيفه المعده، اجزاء المعده، هاي اشياء انتم ماخذيها مسبقا. بس رح نحكي هسه على التركيب النسيجي، مين يتكون التركيب النسيجي للمعده؟ احنا ايش قلنا؟ كل هالا اورجان مين يتكون من اي طبقات؟ ميوكوزا. تمام، عاشت ايدكم. زين هسه احنا الميوكوزا منين تتكون؟ قلنا طبقات الميوكوزا ابيثيليوم ولامينا بروبريا وماسكولاريس ميوكوزا، صح؟ هاي اول ثلاث طبقات اللي قلنا الموجوده بالتونيكا ميوكوزا. رح نيجي نشوف بالهيستولوجي اوف ستومك نفس الطبقات اللي بالبقيه لو اكو اختلافات بسيطه. اول ميزه شباب، اول ميزه بالستومك، اول ما تشوفون السلايد النسيجي هذا ستومك شلون اعرفه؟ اكو في التركيب يسموه الجاستريك بيت. هذا الجاستريك بيت شنو؟ تفتح به الجاستريك جلاند. راح اشوفكم اياه وين الجاستريك بيت. هذا شباب، هذا السلايد رجعت له، هذا يسموه الجاستريك بيت. تمام، هاي مثل القضمات اللي موجوده بجدار الامعاء، بجدار عفوا المعده، هذا اللي تفتح به الجاستريك جلاند. تمام، هذا اهم ميزه للسلايد النسيجي مال المعده، تقولون وجود الجاستريك بيت. تمام، زين نوع الظهار اللي موجود بالمعده شلون تشوفون؟ سمبل كولومنر ابيثيليوم. هاي والانويه وين تكون بالسمبل كولومنر ابيثيليوم؟ قريبه من البيزمنت ممبرين. زين، وتكون اوفال اور الونجيتد. تمام، نرجع لللامينا بروبريا. اللامينا بروبريا بيها جاستريك جلاند اللي تمتد خلال اللامينا بروبريا الى الماسكولاريس ميوكوزا. الستومك ميوكوزا عاده تتكون من انواع مختلفه من الخلايا، وراح اشرح لكم اياها بالتفصيل. هذه الخلايا اللي تتجمع مع بعضها البعض تكون لنا الجاستريك جلاند. فمن اقول لكم الجاستريك جلاند شنو بيها، تقولون بيها العديد من الخلايا المختلفه، وكل وحده وظيفتها تختلف عن الثانيه. زين، شنو وظيفه هاي الجاستريك جلاند والخلايا اللي بداخلها؟ تنتج معظم الجاستريك سكريشن او الجوسز اللي مسؤول عن عمليه الهضم اللي راح يتم بالمعده. زين، ننتقل الى الجزء الاخر اللي هو التونيكا سبميوكوزا. عادي حال التونيكا سبميوكوزا هو دينس كونكتيف تيشو يحتوي على اوعيه دمويه واعصاب مثل اي بقيه التراكيب المجوفه. الماسكولاريس عاده المعده لانه تحتاج الى عمليه كونتراكشن وريلاكسيشن قويه لغرض تحطيم الطعام ميكانيكالي، تحتاج الى ثيك ماسكولاريس اكسترنا. منين تتكون هاي الثيك ماسكولاريس اكسترنا؟ تتكون من ثلاث طبقات اساسيه من السموث ماسل لاير اللي هي اللونجيتودينال والسيركولر والاوبليك. هذه الثلاث طبقات تسوي لنا سطح عضلي قوي وسميك، يسوي هاي الكونتراكشن وبالتالي هضم الطعام، ومن ثم تحويله للسمول انتستين. اخر طبقه هي السيروزا. ليش قلنا سيروزا؟ لانه هي طبقه من الفيزيرو بيريتونيوم تكون موجوده بداخل البيريتونيال كافيتي. زين، حكينا انه قلنا اكو في التركيب اسمه جاستريك جلاند. من قلنا يتكون الجاستريك جلاند؟ يتكون من العديد من الخلايا. شنو هاي الخلايا؟ هي خمس انواع من الخلايا الاساسيه، وافرازها يصعد ويفتح بالجاستريك بيت. تمام، هسه لاحظتوا كم مصطلح عندي؟ الجاستريك بيت اول مصطلح مهم اللي تفتح بالجاستريك جلاند. تمام، والجاستريك جلاند تتكون من مجموعه من الخلايا. راح نشوف شنو هاي الخلايا. اولا الميوكوس نيك سيل، يعني الخلايا العنقيه المخاطيه. وظيفتها جاستريك ميوكوس المخاط المعدي. زين، most common to all type of gastric gland، هي النوع الاكثر شيوعا، منتشره بكل بمعظم اجزاء المعده. زين، هذه الميوكويد سيل هي المين سيل تايب اللي موجود وين؟ بالكاردياك والبايلوريك اريا للاستومك. هسه اول نوع من الخلايا شنو اسمه؟ الميوكوس نيك سيل. ليش سميناه نيك سيل؟ لانه موجود بالبايلوريك
والكاردياك ريجن من الاستومك، هذه المناطق المضيقة شفتوها بال هسه اشوفكم اياها، هذه الكاردياك والبايلوريك، لهذا سموها النيك سيل، الخلايا العنقية يعني موجودة بالمناطق المضيقة بالكاردياك والبايلوريك ريجن من الاستومك. زين ميوكوس لانه وظيفتها افراز المادة المخاطية، شو تسوي لنا هاي المادة المخاطية بعنق المعدة، شنو وظيفتها؟ سهل دخول يعني الفقام والأكل، سهل لابريكيشن. تمام ولابريكيشن نعم. نعم إبراهيم تمام، تسوي لابريكيشن تسهل تزييت وترطيب المنطقة، ليش؟ حتى تسهل دخول البولس اللقمة تمام، وسهل خروجها لأن منطقة متضيقة. بعد بالإضافة لهذا أكو فد شيء مهم بالمعدة، فد البريستالسز دا يصير، لا ما لها علاقة لا أكو فد أسد يفرز بالمعدة نعم الهيدروكلوريك أسد، هذه طبقة الميوكوس السميكة اللي موجودة بالاستومك سبحان الخالق اللي خلانا إياها تسوي لها نيوتراليزيشن يعني دكتورة؟ لا مو نيوتراليزيشن، تعرف شنو؟ تسوي لنا تعتبر ككوت أريا، منطقة حماية تبطن لنا المعدة حتى تحمي المعدة من هذه الحامض القوي. تمام؟ حلو دكتورة. تمام؟ فهذه الوظائف الأساسية للميوكوس، لابريكيشن والبروتكشن للغاستريك وول، تحمي مين؟ من السترونج أسيد اللي هو الهيدروكلوريك أسيد. نرجع النوع الثاني من الخلايا البارايتال سيل، بارايتال سيل تسمى بالأوكزيفيليك سيل، أوكزيفيليك سيل وين تكون موجودة؟ أيضا موجودة بهذه المنطقتين بالفاندس بالفاندس العفو والبادي أوف ذا ستومك، وظيفتها الأساسية إنتاج الهيدروكلوريك أسيد وأيضا الغاستريك إنترنسيك فاكتر اللي ضروري لعملية امتصاص الفيتامين B12 والأريثروبويسز. نعم وهذا ما أخذي إحنا. تمام هسا أريد منكم طلاب تركزوا لي، أول نوع من الخلايا شنو وظيفته وين يكون موجود، تمام عيني؟ النوع الثاني اللي هو البارايتال سيل أو اللي أقولكم الأوكزيفيليك سيل وين تكون موجودة؟ لحظة ماما، تكون موجودة بالفندس والبادي أوف ستومك، ووظيفتها الأساسية إنتاج الغاستريك إنترنسيك فاكتر وأيضا الـ HCL. تمام؟ شنو وظيفة هذا الغاستريك إنترنسيك فاكتر؟ هو ضروري لامتصاص الفيتامين B12 وأيضا الأريثروبويسيس. تمام؟ زين النوع الثالث من الخلايا التشيف سيل، تشيف سيل أو تسمى بالزيموجين سيل، هاي تكون موجودة بصورة ماما. أساسية ماما أميلة هي ماما لحظة دقائق طلاب مشاهدكم ثواني يعني نرجع لمحاضرتنا. هسا عرفنا أول نوعين وين تكون موجودة؟ نعم نكرر. نحن شنو فائدتها؟ تمام؟ متعاكسة بالمكان وفائدتها متعاكسة. تمام مو متعاكسة هذه شيء موجود. أربع ريجينات ذني بثنين وذني. تمام هو هذا الشيء المهم اللي أريد تعرفوه توزيع هاي الخلايا. زين. نعم. الزيموجين سيل أو التشيف سيل هاي تكون موجودة بصورة أساسية بالغاستريك كلان بالبادي والفاندس. تمام بورشن يعني مثل تقريبا البارايتال سيل نفس الموقع مال البارايتال سيل. الخلايا وظيفتها افراز البيبسينوجين، البيبسينوجين راح يتحول بعدين الى البيبسين، والبيبسين هو البروتيولايتيك انزيم اللي مسؤول عن دايجستشن اوف بروتين في داخل المعده. تمام هذه هي الوظيفه الاساسيه للتشيف سيل. زين دكتور يعني الغاستريك بيتس هتكون موجوده بالبادي والفندس؟
الجاستريك بيت؟ اي ما احنا قلنا تكون داخل الجاستريك بيت؟ لا لا مو موجوده بكل المعده، اي سكشن تاخذه من المعده يطلع لك جاستريك بيت. هاي الجاستريك بيت مواقع شو الفاجينيشن الملي للميوكوزا والسب ميوكوزا وبصوره اساسيه اللامينا بروبريا تدخل للداخل انفاجينيشن يعني انبعاجات للداخل نشوفها اي نشوفها باغلب تراكيب المعده. زين كل مكان بالمعده طبعا كل مكان من المعده. اذا التشيف سيل وين تكون موجوده؟ نفس المواقع اللي موجوده بها البارايتال سيل، لكن وظيفتها هي افراز البيبسينوجين اللي هو الاكتيف بعدين يتحول الى الاكتيف بيبسين وهو عباره عن شنو؟ بروتين دايجستشن انزيم. النوع الرابع من الخلايا هو الديفيوز اندوكراين سيستم. ليش سميناها ديفيوز اندو؟ يعني عباره عن مجموعه من الخلايا من الجهاز الصمي تنتشر بجدار المعده وتفرز لنا العديد من الهرمونات اللي هي الجاسترين والسوماتوستاتين والكوليسايتوكينين اللي تلعب دور اساسي بعمليه هضم الطعام. زين النوع الاخير اللي هو الجاسترين سيل. الجاسترين سيل يفرز ايضا الجاسترين ويحفز البارايتال سيل لانتاج الهرمون الاتش سي ال اللي موجود بالبارايتال سيل اللي تفرز البارايتال سيل. هسه من يعيد لي اياهم بسرعه وين اماكن تواجدهم؟ الميوكوسميك سيل. اجاوب دكتور؟ اي تفضلي. الميوكوسميك سيل والبارايتال والتشيف سيل والديفيوزد والاخيره الجاسترين. الميوكوس موجود غير تشوديان. يلا عيني واحد من عندكم. نعم دكتور تفضل. الدكتور النكسل حتكون موجوده بال قلنا بال بالاماكن الضيقه اللي هي البايلوروس وال احسن بالبايلوريك وال كاردياك. نعم بالكاردياك والبايلوريك. شنو وظيفتها الاساسيه؟ شنو وظيفتها الاساسيه؟ قلنا لوبريكيشن عن طريق المواد افراز الميوكوس تو اي نعم لوبريكيشن من الاتياب. خلاص غيرك البارايتال سيل شنو تسوي؟ البارايتال موجودة بالفانتست والبادي تمام وتفرز الاسي ال والانترنسك فاكتور المهمة بالفيتامين بي 12 امتصاصة كذلك الارثروبويسس. تمام تمام بعدم وجود هذا الجاستريك انترنسك فاكتور ما راح يتم امتصاص الفيتامين بي 12 لهذا جدا مهم وجوده بالمعده. زين من يساعد على انتاج هذا الجاستريك هذا الاتش سي ال؟ اي خلايا؟ الجاسترين سيل هي تساعد على تحفيز انتاج الاتش سي ال. زين بعد منو يتكلمنا عن ديفيوز اندوكراين؟ الشيف سيل اللي هي لوكيتد بالفندس بالفندس والبادي همين حتسوي لي سكريشن للبيبسينوجين اللي هو انا اكتيف يتحول لي لاكتيف اللي هو البيبسين على مود يصير بروتين دايجيشن. احسنتوا. واخر شيء هو الديفيوز اندوكراين اللي قلنا الجاسترين والسوماتوستاتين والكوليسايتوكينين. هاي ليش ركزت لكم عليها وخليتكم تعيدوها؟ لان هاي اهم الخلايا اللي موجوده بالمعده ودائما تنسالون عليها فتركزوا لي عليها. زين هاي مجموعه الخلايا وين تكون موجوده؟ بالجاستريك جلاند. جاستريك جلاند وين تفتح؟ بالجاستريك بيت. بالجاستريك بيت. تمام هسه احنا متفقين صرتوا اصدقائي رجعتوا لان قمتوا تتذكرون وياي التفاصيل. زين طبعا مو صدقكم اني اشاق وياكم بس لان هي العطله اسبوعين ضيعت المعلومات. زين طلاب هذه هي الجاستريك بيت. هذه من قدنا من نشوف هاي البيتس ونقول نشوف سمبل كولومنار ابيثيليوم اذا نقول هاي ستومك. زين هذه شنو؟ هذه اللي موجوده بين غدد. دائما التراكيب الدائريه هيجي هي عباره عن غدد. من تشوفون تراكيب دائريه تقولون جلاند. بما انه موجوده بالمعده اذا الجاستريك جلاند وين تفتح؟ هاي بالجاستريك بت. شوفوا اتصالها هذا منطقه الاتصال تفتح بالجاستريك بت. طبعا حسب التشو بروسيسنج حسب تحضير السلايد مرات ما يبين منطقه الكونكشن اللي تفتح بالجاستريك جلاند. هذا على يمين الشاشه تكون اوضح هذه الجاستريك جلاند اللي تفتح بالجاستريك بت. هذه الخلايا شباب شوفوا distribution of the gastric cell inside the gastric wall. شوفوا شلون متوزع. هذه الجاستريك جلاند تمام
راح نشوف الانترو اندوكراين سيل دائما تكون بالبيز بقاعده الجاستريك جلاند، الخلايا اللي موجوده بالقاعده نقول اندوكراين سيل. زين، هذه صوره اوضح. اللي بعدها تمشون من الاسفل للاعلى، اللي بعدها تشيف سيل، تمام، واللي فوقها خلايا كبيره والميتوكوندريا تكون كلش واضحه بيها، هذه البارايتال سيل. راح نشوفها بهذا السلايد. شوفوا البارايتال سيل، شفتوا شكلها قبل شويه شلون كانت كبيره وكلش واضحه وعبالك منحنيه؟ هنا نفسها بالسلايد، هاي البارايتال سيل كبيره ومنحنيه والنيوكلياس مالتها كلش واضحه، تمام. الخليه الثانيه هي النيوكلياس نيكس سيل، تمام، تشيف سيل. انتو ك اندر جراديويت ما راح كلش تميزون، بس احنا اللي يعني مخلصين بوست جراديويت نقدر نميز بيناتهم، تمام. شوفوا تشيف سيل، اكثر خلايا تقريبا تكون موجوده هي تشيف سيل، كلش واضحه خلايا الانويه مالتها دائريه وتقريبا خليه يم خليه فيما بعد، بينما البارايتال سيل شوفوا كبيره ونفس المنحنى اللي شفناه قبل شويه، هاي البارايتال سيل. اللي بالقاع تكون موجوده عاده الاندوكراين سيل او الانترو اندوكراين سيل. لحد الان واضح الهيستولوجي اوف ستومك؟ حتى ننتقل الى دكتوره، بس سؤال كشرح واضح بس كسلايدات يعني تحسين نفسك بالشرح انت بغير دنيا، بس بالسلايدات كلش يعني كصور يعني اي دكتوره احس الصوره العاليه من التشيف سيل، تمام، تشيف سيل هاي هاي انا ليش قلت لكم انتم ما متمرسين، احنا مكملين ماجستير ودكتوراه فنقدر نقرا الخلايا اولا عن طريق شكل الانويه، ثانيا عن طريق اماكن تواجدها، بس انتم ك اندر جرادويت ما راح اجيب لكم اقول لكم وين التشيف سيل وين الميوكوس نيكس سيل، شو راح تقدر تميزها؟ احنا هاي دراسه صار لنا 5 سنين فوق الدراسه اللي انتم راح تدرسوها بعدكم، وما طالبكم انتم تقولوا لي وين الخليه بالضبط، بس الخلايا البارايتال سيل وهم ما اجيب لكم اياها، بس البارايتال سيل تكون واضحه بالنسبه لكم وهم ما اجيب لكم اياها، تمام؟ يعني ما طالبكم هيك شيء، اقول لكم مثلا هسه انا من اسالكم او من دكتوره حنان تشرح لكم بالعملي راح تقول لكم وين التشيف سيل، ليش التشيف سيل والبارايتال سيل هي اكثر وضوح؟ ليش قلت لكم اماكن تواجدها؟ تقدر تعرفها من اواكن تواجدها اللي منتشره بصوره كبيره على طول تقريبا الجلاند هي تشيف سيل، بالقاعده انترو اندوكراين سيل، والكبيره المنحنيه مثل هذا الاستاذ شفتكم اياه هاي البارايتال سيل، بس انتم ما تقدرون تشخصون خليه خليه، مستحيل، تمام عيني؟ تمام دكتور. زين هسه السمول انتستين او السمول انتستين، زين منين تتكون؟ كتركيب اوكي نفس اي هلا اورجن، لكن بها بعض التفاصيل اللي لازم نركز عليها. هي مثل ما تعرفون convoluted tubule about 5 to 7 meter long، هي تقريبا اطول اجزاء الدايجستيف تراكت، تمتد من الجانكشن مال الستومك الى اللارج انتستين، هاي معلومات بديهيه يمكن بالابتدائيه يعرفوها. السمول انتستين تنقسم الى 3 اجزاء اساسيه تشريحيا اللي هي الدودينام والجوجينام والإليام. هذه 3 تراكيب أساسية مهمة جداً بتركيب الأمعاء، الأمعاء الدقيقة. شلون نفرق بين هاي 3 تراكيب؟ الميكروسكوبيك ديفرنسز ما بيناتهم تكون قليلة، لكن إن شاء الله حوضح لكم إياها بالتفصيل عن طريق شكل الفيلاي، عن طريق التراكيب الموجودة بالسب ميوكوزا. زين اهم فانكشن للسمول انتستين هي داجستشن وابزوربشن. داجستشن المن للغاستريك كونتنت، هسه صارت مو فود، مو بولاس فاتت لنا للمعده، هسه صارت كونتنت، محتويات، مواد هضميه انهضمت لانه بالمعده، هسه مواد هضميه لازم نكمل هضمها ومن ثم امتصاص المواد المغذيه الى البلاد كابيلاريز والى الليمفاتيك كلاكتيل، يعني الى الاوعيه اللمفاويه والاوعيه الدمويه. راح نقول هم تشريحيا مقارنه بالروقة اللي هي شنو temporary longitudinal fold اللي موجوده بالستومك، راح نشوف تراكيب تسمى بالبليكا سيركولاريس،
ايه ان كونتراست ويا من الروغا بالستومك اكو روغا بالسمول انتستين اكو بليكا سيركولارس هاي همينه بيرمننت سبايرال فول ذي تش قلنا تمبرري مؤقته هاي دائميه ذي شنو لونجيتودينال فولد هاي سبايرال فولد هاي شنو عباره عن اليفيشن للميوكوزا ارتفاع للميوكوزا مع السب ميوكوزا الكور يعني شنو سب ميوكوزا الكور الطبقه المخاطيه والطبقه تحت المخاطيه مو كلها اللب مالتها التركيب الاساسي مالتها اثنيناتهم ما راح يسوون اليفيشن فد ارتفاع على سطح السمول انتستين نقول هاي بليكا سيركولارس تمام هاي اول شيء نقارن بين المعده والامعاء زين التركيب الموست بروميننت بالبروكسيمال بورشن اوف سمول فيلاي هو البليكا سيركولارس ويبدي يقل بالتراكيب الثانيه الجوجينوم والاليوم زين اكو تراكيب ثانيه توضح لنا الفروقات بين هاي الجوجينوم والدودينوم والاليوم نعم الفيلاي الفيلاي يعني شنو هي كلكم تعرفون الفينجر لايك بروجكشن اللي موجوده وين باللامينا بروبريا مال الميوكوزا صح اي صح دكتور هي تراكيب اصبعيه تمام هذه التراكيب الاصبعيه مين متكونه من الطبقه المخاطيه اوكي وتبرز بالانتستينال لومن هذه بمن تكون مغطاه في حاله السمول انتستين نفس نوع الظهاره اللي موجود بالمعده يكون موجود على small intestine اللي هي simple columnar epithelium زين simple columnar هسه راح نجي نحكي ليش قلت سيليتد دكتور حتى يتحرك ابراهيم قالها ابراهيم منو قال لك سيليتد ابراهيم على مو انت شو اسمه يعني هي بيها مايكروفيليا اي مو سيليتد لا تقولون سيليتد شباب انا قلت لكم اياها بس شويه ناسين السيليا من تكون موجودة صح هي الحركة شو اسمها الحركة هاي اللي تساعد على الطرد أو تحريك وطفر كونتنت اللي موجود سواء مثلا بالفالوبيان تيوب سواء بالستومك سواء بالرسبيراتوري بالرسبيراتوري ميوكاس أي بارتيكلز فورين بارتيكلز يدخل صح تحرك هالسيليا لكن اكو تراكيب مشابهه للسيليا هي المايكروفيلاي هاي تكون اماكن تواجدها تختلف فما نقول سيليتد انتبه على هذا الشيء نقول سمبل كولامينار ابيثيليوم مودات سيليا ماكو سيليا هسه تمام عيني الفيلاي قلنا هو فينجر لايك بروجكشن بيمن بالميوكوزا تطلع على سطح الانتستين زين بيمن تكون مبطنه او مغطاه بسمبل كولامينار ابيثيليوم هاي تكون بارزة جدا هاي الفيلاي ليش بارزة جدا هسه راح نشرحها نقول لانه هي الاطول والاكبر ببداية السمول انتستين وتبدي تصغر الى نهاية السمول انتستين زين الكونكتيف تيشو كور هذا اللب مال الفيلاي الفيلاس يعني الفيلاي الوحدة الفيلاي مجموعة هي الفيلاي كلها تمام الكور الكونكتيف تيشو ما هذا الفيلاي شنو بيها تحتوي على أوعية شعرية وأوعية دموية أوعية لمفاوية عفوا تسمى باللاكتيل وأوعية دموية بلاد كابيلاريز وأيضا سموث مصل باندل هسه شنو اللاكتيل الكابيلاري الليمفات كابيلاري زين بلاد كابيلاري كلكم تعرفوه والسموث مصل أيضا كلكم تعرفوها شنو فائدة السموث مصل اللي موجودة بهاي الفيلاي بالكونكتيف تشكور انتبهوا شنو فائدتها انا متساعد تساعد بالامتصاص يعني انت مشان يعني لا مو امتصاص كونتراكشن حريق ريلاكسيشن عبد الله نعم تساعد بالكونتراكشن اي سموث مصل شباب من تكون سموث مصل موجوده باي تركيب تساعد بالكونتراكشن والموفمنت مال التركيب اللي يتكون من عنده فالكور الكونكتيف تيشو كور مال الفيلاي ليش بها هاي التراكيب اوعيه لمفاويه للدرينج اوعيه شعريه تجهيز دموي امتصاص المواد المغذيه زين السموث مصل حتى تحرك تساعد بتقلص وبالتالي تحرك الموفمنت مال هاي الفيلاي اذا تحركت الفيلاي راح ترفع الكونتنت حركه الكونتنت تمام زين من يزيد لنا منو يزيد لنا هاي الابزوربتيف سيل المايكروفيلاي اللي تكون موجوده
على السيمبل كولومينر إبيثيليام. تمام؟ فمن أقولكم شنو فائدة المايكروفيلاي تقولوا لي تزيد الانتستينال أبزوربتيف سيرفيس أريا. تمام؟ تزيد المساحة السطحية للامتصاص. والفيلاي شو تسوي؟ موفمنت دكتورة. موفمنت بعد؟ وين السموث مسل فايبر حتكون؟ و تغذية عمي. بس عفوا هي الموفمنت مو شيء الأساسي عبد الله؟ الموفمنت مو شيء الأساسي بالفيلاي. أهم وظيفة للفيلاي من يقولي عليها؟ أبزوربشن. نعم محمد. نعم محمد تفضل. أبزوربشن هي التعداد بالفيلاي. شو تسوي الأبزوربشن؟ يعني شوفوا شباب. أنتوا تحتوي على مايكروفيلاي دكتورة، تحتوي على إنزيمز بالبراش بوردر يعني؟ شوفوا دخلتوا نفسكم وبغير شغلة. شوفوا راح أشرح لكم بالتفصيل. أنا أشكر كل مداخلاتكم، راح أشرح لكم فات شغلة. الفيدا قدامكم وأشبه لكم المسألة. مثل الأصابع، مثل أصابع الإيدين، هاي الأصابع مو راح تزيدنا المساحة السطحية. إحنا طول السمول انتستين قلنا تقريبا من 5 إلى 7 متر، وشغلة التجويف البطني بصورة كبيرة هي من أطول الأعضاء بالجهاز الهضمي. زين، الله سبحانه وتعالى من خلقنا الفيلاي اللي موجودة عليها هاي راح تقلل لنا المساحة السطحية. يعني شنو؟ بمكان ما تكون لو بدون فيلاي راح تكون فد 15 متر طول الأمعاء، بينما الله سبحانه وتعالى من خلقنا إياها زغرنا المساحة مال الأمعاء بخمسة إلى سبعة تقريبا متر. تمام؟ زغرتنا المساحة، قللتنا المساحة السطحية. بعدين تزيد المساحة السطحية للامتصاص هي نفسها. تمام؟ فقلت المساحة بس بنفس الوقت زيدتنا المساحة السطحية للامتصاص مال الأمعاء. افتهمتوا؟ نعم دكتورة واضح. واضح عيني؟ زين، من اللي يساعد بتحريك الكونتنت بصورة أساسية؟ المايكروفيلاي. فهاي الأصابع هي الفيلاي اللي مسؤولة قللتنا مساحة السمول انتستين. ليش؟ لأنه هيجي انبعاجات في التراكيب جمعتنا إياها زغرتنا إياها، بس بقت المساحة السطحية مالتها كبيرة بفضل هاي الفيلاي. والمايكروفيلاي هي اللي تساعد على حركة الكونتنت بصورة أساسية. المايكروفيلاي، أحد زملائكم يمكن محمد قال البرش بوردر، شو وقت نقول على المايكروفيلاي برش بوردر وشو وقت نقول ستريت بوردر؟ وين بأي أورجان نقول برش بوردر وبأي أورجان ستريت بوردر؟ البرش بوردر يعني يحتوي على أنا قلت هو البرش بوردر يحتوي على إنزيم وبين أي. يعني بين المايكروفيلاي. نعم إبراهيم. لا أي. قل لي وين شو وقت هي نفسها البرش بوردر والستريت بوردر هي نفسها المايكروفيلاي مو سيليا ها مايكروفيلاي بس شو وقت نسميها برش بوردر وشو وقت نسميها ستريت بوردر؟ ترى بالرسبيراتوري نسميها برش بوردر و لا مو بالرسبيراتوري لما تحتوي على جوبلت سيلز نسميها برش بوردر. لا 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 برش بوردر بالانتستين وبعد وستريت بوردر وين؟ بالرسبيراتوري. لا مو بالرسبيراتوري. المحاضرة الثانية اسألكم اقولكم ها شو وقت نسميها برش بوردر مكان كلش مميز. انا شرحت لكم اياه، قلت لكم اياه من شرحت لكم نوع الظهارة، قلت لكم هنا نسمي البرش بوردر وهنا نسميها ستريت بوردر. اسألكم المحاضرة الثانية. تمام؟ كلش يعني فد أورجن كلش مميز وقلت لكم عليه مسبقا. اسألكم عليه يلا حتى شوية تتقومون. يلا عيني نرجع نكمل. هسه فهمنا شنو التراكيب الأساسية. هاي التراكيب اللي شرحناها بجدار الأمعاء اللي هي الفيلاي والمايكروفيلاي والبليكا سيركولارس، افتهمناها ثلاثتهم لأن حدخل بالتفاصيل. البليكا سيركولارس إلما تقابل بالستومك الروتشي الروجة أو الروجاي البرونونسيشن مالتها يختلف. زين، الفيلاي والمايكروفيلاي عرفنا تركيبها النسيجي ووظيفتها بالنسبة للسمول انتستين. زين رح نجي على قلنا السمول انتستين حالها حال أي هالو أورجن يتكون من ميوكوزا وسبميوكوزا وموسكولارس وسيروزا. الميوكوزا مالتها سيمبل تحتوي على الموديفيكيشنز اللي تكلمنا عليها اللي هي بليكا سيركولارس فيلاي مايكروفيلاي، هاي يسموها السيرفيس موديفيكيشن
أو specialization. تمام؟ نوع الظهارة قلنا simple columnar epithelium اللامنا بروبرية تحتوي على هي loose connective tissue تحتوي على الانتستينال جلاند. شوفوا اسم الانتستينال جلاند قدامكم بالشاشة شنو اسمه؟ الكريبت اوف ليبركون. كريبت اوف ليبركون يعني تساوي الانتستينال جلاند. تمام؟ هذا المسمى الثاني له. فمن اقول لكم الانتست مثلا الكريبت اوف ليبركون تحتوي على كذا وكذا انواع مختلفة من الخلايا تقولوا لي تعددون الخلايا. نعم. زين. الماسكولارس حكينا على التونيكا الماسكولارس ميوكوزا وقلنا الماسكولارس ميوكوزا هي طبقة من الميوكوزا لكن تسوي حركة لللامينا بروبريا وللإبيثيليوم حتى تحركها. زين الصب ميوكوزا شنو هو؟ كونكتيف تشو يحتوي على أوعية دموية وأوعية لمفاوية وأيضا أعصاب. راح نشوف طلاب حتى نميز. احنا قلنا السمول انتستين يتكون من ثلاث تراكيب أساسية اللي هي الدودنام والجوجنام والإليام. الدودنام التونيكا سابوميوكوزا مالته تختلف عن الجوجنام والإليام. ليش؟ راح نشوف برونرز جلاند هي عبارة عن غدد موجودة بالسابوميوكوزا مال الدودنام وظيفتها إفرازية. هاي نشوفها فقط بالسابوميوكوزا مال الدودنام، ما راح نشوفها لا بالجوجنام ولا راح الاليام. هي هاي راح تعتبر الموست سيجنيفيكانت المين كاركترستيك فيتشر للدودنام. تمام؟ بينما الجوجنام راح نميزه انه ماكو برونر جلاند والنوع الفيلاي مالته يكون طولها يختلف عن طول الفيلاي الموجوده بالدودنام. اما بالنسبه للاليام السابوميوكوزا تحتوي على اجريجيشن من الليمفاتيك تيشو تسمى البايرز باتشز او لطخات باير. بالنسبه للماسكولارس عادي طبقتين انر سيركولار واوتر لونجيتودينال سموث مسل بينما الاستومك تلف طبقات من الخلايا. هسه شنو اهم شيء بالتركيب النسيجي للسمول انتستين؟ التونيكا سابوميوكوزا. ليه يا شباب؟ لأن تفرق ما بين الدودنام والجوجنام والإليام عن طريق البرونرز جلاند الموجودة بالدودنام والليمفاتيك الموجود بالإليام. إليام بس. تمام. باريس باتشز الموجودة بالش اسمه بالإليام. تمام تمام عشت إيدكم. هسا راح نشوف هذا شنو السمول انتستين بصورة عامة. راح تقدرون أنتوا تميزوه كطلاب بعدكم؟ لا. ليش؟ لأنه ما بي فتشي مين كاركترستيك فيتشر. انباوع شباب أعلمكم طريقة. أول ما تبعون على السلايد تشوفوا أهم صفة تميز السلايد. بالنسبة للستومك قلنا الجاستريك بيت. تمام؟ بالنسبة للسمول انتستين الفيلاي. الفيلاي هي كلش مميزة للسمول انتستين. عدا الفيلاي أقولكم مثلا هذا أي جزء من السمول انتستين تبعون رأسا لحسب الميوكوزا. يا ربي هاي سبب الميوكوزا شنو بيها؟ لو بيها برونر فإذا هذا دودينام خلاص ماكو بدون نقاش. ما بيها برونر لو جوجنام لو إليام. زين جوجنام ما بيه فتشي ما عدا هيجي بعض النوديول من الليمفاتيك تشو. تمام؟ بينما الإليام لا نشوف لطخات كبيرة ومميزة هذا نقول عليه إليام. هذه الطبقات النسيجية من أجيب لكم هذا السلايد تحددوا لي تقولوا لي دكتورة بما أنه فيلاي يعني هذا أكيد سمول انتستين. هاي فيلاي تراكيب أصبعية الشكل وقلنا هاي التراكيب الأصبعية شوفوها حتى تقلل لنا المساحة السطحية وتزيد المساحة السطحية للامتصاص. تمام؟ هذا اللي قصدت عليه التركيب الأصبعي اللي اختصر لنا مساحة الأمعاء وإلا كانت أطول بكثير. زين هاي الانتيستينال جلاند بتشوفون انتيستينال جلاند زين أو تسمى الانتيستينال كريبت أو الكريبت أوف ليبركون نفس الشيء. هذه السب ميوكوزا هي عبارة عن كونكتيف تشو يحتوي على أوعية دموية وأعصاب. هاي الأوعية الدموية ودائما تميزون إن شاء الله دكتور حنان تعطيكم إياها الأرتري عن الفين باللومن مالته. الأرتري يكون اللومن مالته نعم أصغر والفين يكون اللومن مالته أوسع. فهذا فين وهاي أرتري وأرتريول. زين دكتور حنان نعم تفضلي. هذا المقطع حسي ماخذينه من الجيجينا. هذا مقطع لا. ليش قلت ليش لا؟ اكو في التركيب مميز انه جوجنام انتو لا هو كان ما بيشي انه عندي لا برونرز جلاند ولا
بايرز باتشرز اذا هذا جزء اوكي هيك يعني فهمتوا الفكره. اذا الماسكولارس اكسترن طبقتين عكس الاستومك اللي هي ثلاث طبقات. اخر شيء سيروز ليش مو اذنتيشه؟ لان موجوده داخل التجويف البطن. تمام هيك مجرد تبينكم نفس الكلام اللي قلت لكم عليه. الريجنال ديفرنسز بالسمول انتستين قلت لكم كل منطقه تختلف عن المنطقه الثانيه بالمين كاركترستيك فيتشر. الدودينام هو شورتست سيجمنت من السمول انتستين اقصر جزء من السمول انتستين. الجوجينام هو اطول جزء من السمول انتستين. زين الاليام هو منطقه الربط ما بين السمول انتستين واللارج انتستين ايضا يكون شورت. اذا تعرفوا لي منو اقصر جزء ومو من اطول جزء. زين شكل الفيلاي راح يختلف؟ نعم شكل الفيلاي راح يختلف. يكون شكل الفيلاي بالسمول انتستين من الدودينام باتجاه الاليام من الاطول الى الاقصر. بالدودينام تكون اطول وتكون متعدده اكثر وتحتوي على جوبلت سيل اقل. الجوجينام الفيلاي مالتها تكون اقصر من الدودينام ولكن ستيل تبقى طويله لكن اقصر شويه من الجوجينام. تمام وتكون عاده بالمقطع النسيجي متراكبه واحده على الثانيه وعدد الجوبلت سيل راح يزيد بيها. اما بالنسبه للإليام لا الإليام راح نشوف الفيلاي مالته اقصر من البقيه لكن الجوبلت سيل منتشره بصوره اكثر بكثير من الجوجينام والإليام. عرفنا شلون هسه نوزع ونقسم التراكيب شباب اعتمادا على الشورت يعني الشورتنس او الطول مال البارت مال السمول انتستين. فالدودينام هو الاقصر اطول منه الجوجينام وقصير الاليام. زين الفيلاي بالدودينام تكون اطول شيء جوجينام اقصر من عندها والاليام اقصر جزء من الفيلاي او اقصر شكل من الفيلاي. زين اعتمادا على الجوبلت سيل تكون الجوبلت سيل قليله بالدودينام تزيد بالجوجينام وتزيد بكثير بالاليام ومن ثم باللارج انتستين. تمام نرجع المين كاركترستيك فيتشر بالدودينام قلت لكم البرونر جلاند موجوده بالسبميوكوزا. السبميوكوزا مال الجوجينام ما بيها شيء ما عدا بعض الليمفاتيك اجريجيشن او النوديول بعض العقيدات اللمفاويه بينما الجوجينام الاليام عفوا راح تكون تجمعات كبيره من النسيج اللمفاوي تسوي لطخات باير. واضح لحد الان دكتوره؟ بس عفوا الدودينام هم يحتوي على بيرس باتشز. نعم بس قلت لكم الليمفاتيك نوديول قليله صغيره ما نسميها لطخات باير. اللطخات من تكون تجمعات كبيره من الانسجه اللمفاويه نسميها لطخات واضحه وكبيره. هسه راح اشوفكم السلايد. عرفنا شلون نفرق عيني من ناحيه الطول طول الجزء من ناحيه طول الفيلاي من ناحيه السب ميوكوزا شنو بيه وايضا فهاي اربع شغلات تميزوا لي بيها كل جزء من اجزاء السمول انتستين. هذا السلايد راح يوضح لنا الكلام اللي قلناه. شوفوا اطول فيلاي هي بالدودينام تجي اقصر من عندها بالجوجينام واقصر منها بالاليام. زين السبميوكوزا هاي البرونر جلاند هاي السبميوكوزا بيها سينجولار او شنقول مجرد كم عقده لمفاويه عقدات لمفاويه لكن مو بكثره مثل الاجريجيشن اللي موجود باللطخات باير بالسبميوكوزا. شوف شلون تكون ويكون لونها جدا غامق ازرق غامق هاي اللطخات باير بالسبميوكوزا كلش مميزه. بعد عدد للجوبلت سيل اللي موجوده بالفيلاي تكون اقل ومن ثم اكثر فاكثر وصولا الى اللارج انتستين. هذا اكيد برون دودينام. ليش شوفوا الجلانز مال برونر شلون واضحه كلش والفيلاي ايضا طويله. هذا الجزء الجوجينام قلنا راح تبدي تزيد الجوبلت سيل فنشوف الجوبلت سيل منتشر اكثر. هذا لطخات باير تكون هاي تجمعات كلها لطخات باير ليمفاتيك نوديول عقيدات كبيره تمام ولونها يصير غامق. الفيلاي تكون قصيره بالاليام. انواع الخلايا مثل ما قلنا اكو انواع خلايا موجوده بالجاستريك جلاند اكو بالانتستينال جلاند او الانتستينال كريبت او الكريبت اوف لايبركون ايضا خلايا مشابهه.
أول نوع من الخلايا اللي هي الأبزوربتيف سيل أو تسمى بالإنتروسايت. هاي شنو؟ هي نفس الخلايا اللي يسموها سيمبل كولومنار إبيثيليال سيل اللي تبطن لنا السمول إنتستين وتكون مغطاة بطبقة من الكوت يعني بروتيني اللي هو الجلايكوغاليكس غطاء بروتيني يحيط هذه الخلايا وبالتالي تساعد على امتصاص المواد المغذية. يعني هي نفسها الأبزوربتيف سيل هي سيمبل كولومنار إبيثيليوم. هاي أول واحدة. الجوبلت سيل اللي قلنا منتشرة ما بين السيمبل كولومنار أبزوربتيف سيل أو الانتيروسايت. هذه الجوبلت سيل وكنا نعرف وظيفة الجوبلت سيل هي إفراز الميوكوس سبستانس. وتزيد الجوبلت سيل من الدودينام تكون قليلة وتزيد باتجاه اليم ومن ثم اللارج انتستين. زين اكو انترو اندوكراين سيل مثل الستومك؟ نعم اكو، وايضا تفرز لنا الهرمونات كما في الستومك. الستيم سيل شنو وظيفتها؟ كلكم تعرفون وظيفة الستيم سيل الخلايا الجذعية هي